ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. حدد فريق الترجي الرياضي التونسي بديل لاعبه الدولي الإيفواري فوسيني كوليبالي في ظل عدم تجديد عقده بعد 9 سنوات قضاها في الفريق. وأفاد راديو موزايك اف ام اليوم الأحد أنه تم الاتفاق بين الترجي ولاعب النيجر يوسف أومارو متوسط ميدان الاتحاد المونستيري الذي سيكون معوضا لفوسيني كوليبالي. وأوضحت أن أومارو سيصبح حرا في 30 جوان الحالي ولن يجدد لناديه الحالي، وينتظر الترجي عودة اللاعب المعسكر منتخب النيجر ليقوم بالإجراءات الرسمية وتوقيع العقود وحسم الصفقة. تكون مباراة الديربي بين الترجي الرياضي والإفريقي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مرحلة التتويج بالدوري التونسي الأخيرة للاعب الإيفواري رفقة فريق باب السويقة. اتفق كوليبالي بصفة رسمية مع نادي المرخية القطري وسينتقل له في صفقة انتقال حر. كشفت مصادر خاصة أن إدارة الترجي الرياضي التونسي برئاسة حمدي المدب بدأت تحركاتها لغربلة شاملة في صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد، ومن المحتمل أن تكون البداية مع عدة أسماء ضمن الجهاز الفني الذي تحوم حولهم علامات استفهام حيال عملهم مع الفريق العاصمي منذ الموسم الماضي أي قبل قدوم المدرب العائد معين الشعباني. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها الجماهير إلى عدد من أبرز نجوم الفريق فإن الأمر لم يخرج عن السيطرة حتى الآن، حيث يطمح إلى المنافسة بقوة لتحقيق لقب البطولة العربية الغائب عن خزائنه منذ عام 2017. ومن المنتظر أن يتخلى الترجي عن العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة مثل الحارس صدقي الدبشي ورائد الفادع، إلى جانب عدم تجديد التعاقد مع الحارس الثالث وسيم القروي والحارس الرابع في قائمة الفريق حمزة الغانمي والمدافع محمد علي اليعقوبي وزميله في الجهة اليمنى زياد المشموم ولاعب الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي. وتبرز فرضية فسح عقود كل من المدافع الأيسر حسام دقدو والجناح الأردني محمد فيصل أبو زريك شرارة والمهاجم الجزائري رياض بن عياد. وهناك أيضا شكوك كبيرة حول إمكانية عدم استمرار قلب الدفاع الجزائر محمد أمين توغاي، بالإضافة إلى بحث إمكانية بيع لاعب الوسط المغربي صابر بوغرين. وسبحث الترجي عن إمكانية تجديد عقود كل من غيلان الشعلالي وأنيس البدري وحمد الهوني رغم صعوبة موقف الترجي في ملف الهوني بسبب العروض القوية التي وصلته من الدوري السعودي. يذكر أن اللاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان سيكون أول الراحلين على الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد قرب توقيعه لصالح فريق فرينك فاروزي المجري. إخواننا ما تنسوش باش تدعمونا بجيم للفيديو، أبوني للشان باش يوصلكم كل جديدنا، والسلام عليكم. We'll be right back.